مرحبا، اليوم سوف نتحدث عن حب الزعامة والسلطة المطلقة لدى قادة التنظيمات الإرهابية من أفغانستان إلى العراق إلى سوريا. القصص طبعا دائما هي ذاتها فيما يخص موضوع السلطة المطلقة لدى يعني حب السلطة المطلقة والزعامة لدى هؤلاء القادة، حتى إن تعلق الأمر أو حتى إن كان الأمر يخص أحد المقربين إليهم، فمثل ما حدث مع أبو بكر شيكاو زعيم تنظيم بوكو حرام قتل نائبه. فماذا حدث بالضبط داخل بيت بوكو حرام؟ نقلت وسائل إعلامية كثيرة مقتل نائب تنظيم بوكو حرام على يد أبو بكر شيكاو زعيم التنظيم. طبعا حدث هذا بعدما حاول نائبه الوصول إلى السلطة عن طريق قتله، لكن أبو بكر شيكاو لم ينتظر هذا، يعني بمجرد أنه سمع أنه نائبه سيقتل للحصول أو للوصول إلى ليقود هذا التنظيم قتله. هنا نستنتج العديد من الرسائل، مثلا أنه أبو بكر شيكاو أراد أن يبعث برسالة مفادها أنه يحب أن يكون على رأس هذا التنظيم ولا يريد لأي أحد غيره أن يكون على رأس هذا التنظيم. أيضا من بين الرسائل التي نفهمها من هذا العمل أن هذه التنظيمات مبنية على هشاشة، ليس للمنضمين إلى هذه الجماعات ولاء لهذه الجماعة ولا ولاء لقائدها، وإنما هو حب السلطة. فجنون العظمة لدى أبو بكر شيكاو هو الذي دفع به إلى قتل نائبه. فبالتالي هنا نستنتج أنه لا وجود لولاءات ولا وجود لصداقة ولا وجود لشيء غير حب السلطة المطلقة. أيضا من بين المشاركات التي شاركتمونا إياها حول موضوع أو مقاربة حول موضوع ما حدث في القاعدة ببلاد المغرب، عندما كان هناك صراع كبير بين مختار بن مختار وعبد الحميد أبو زيد على منطقة إمارة الصحراء في القاعدة. فعندما ما عين عبد الملك دروتكال زعيم تنظيم القاعدة في المغرب، عين عبد الحميد أبو زيد على رأس إمارة الصحراء، مختار بن مختار انزعج من هذا الموضوع وانشق من القاعدة وقام بطبعا إنشاء جماعة إرهابية موازية وكان في نفس المنطقة. طبعا هي رسائل كلها تفيد بأن قادات التنظيمات الإرهابية كلهم يحبون السلطة والزعامة، بدليل أيضا ما حدث مع جماعة بوكو حرام. هنا نطرح سؤال مهم جدا، ماذا سيحل ببوكو حرام في الأيام القادمة؟ شاركونا آراءكم في هذا الرابط الذي تجدونه أسفل الفيديو.